مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور، حييكم اجمل تحيه، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انطلاقه شوطنا الثالث في مجموع اشواط مساء هذا اليوم، شكرا للزملاء على التواصل، وها هي مسيرتنا، مسيره التحدي، مسيره الاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات هنا الجميلة بهذا الانطلاق والتحدي. نسير معكم هنا إلى صدارة هذا الشوط، هنا إلى المقدمة والمركز الأول والصدارة، هو الانطلاق من مثير لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. الرقاص في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد، من يقدم على المركز الثاني، بينما الفايز هنا لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتج بن كسل الرميثي في التضميرة، وعلى المركز الرابع ياتي الجلمود هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، من ينطلق على المركز الرابع، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس والوصول هنا من صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم عبد الله بن سالم المسافري في تضميره، من ينطلق على خامس المراكز، والمركز السادس مياس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي هنا، وبخيت بن سالم بن عبد الله المسافري في تضمير مياس، من ينطلق سادسا، بينما المركز السابع، المركز السابع شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي، المركز الثامن كذلك شاهين هجن العاصفه وغياث الهلالي، تاسعا القايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز العاشر هنا الانطلاق من قبل الذيب لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره، من ينطلق على المركز العاشر. تابع مشاهدينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى مثير المسيطر على زمام الأمور، وعلى الصدارة وعلى المقدمة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع الجلتنمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من يتابع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني ياتي الرقاص على المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة مختار بن أحمد، من يتابع على المركز الثاني. المركز الثالث هنا الفايز على المركز الثالث لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان مع المحترف يمعى بن عتيج بن كسل الرميثي في التضميره، من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين، والمركز الخامس شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هنا على المركزين الرابع والخامس، بينما المركز السادس القايد على المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من ينطلق على سادس المراكز وعلى المركز السابع. المركز السابع المركز السابع، المركز السابع هنا الانطلاق على المركز
السابع والقدوم من مياس على المركز السابع. مياس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي وبخيت بن سالم المسافري في التضميرة. وصل الذيب لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضميرة. والراسي القادم تاسعا لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيب خلفان لغويص في التضميرة. وعاشر مراكزنا والانطلاقات والتحديات الجميلة هنا هذا الانطلاق وتحدي القادم على المركز العاشر في هذه اللحظات هنا القادم صغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعود المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى عناها على حضاراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكروم. نعود إلى الصدارة نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا المقدمة المركز الأول والصدارة الصدارة من قبل هناك الفائز من فاز وانطلق بالمقدمة وبالمركز الأول الفائز هنا المنطلق لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيج الرميثي من يقدمه على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الرقاص في المركز الثاني الرقاص لمعالي الشيخ محمد بن مطي الحامد مع مختار بن أحمد من يأتينا على ثاني المراكز. ولكن العاصفة وهجنها تنطلق مشاهدينا الكرام بشاهين وشاهين هنا بالانطلاقات والتحدي يتسللا إلى المركزين الثاني والثالث شاهين وشاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذا الانطلاق والتحدي الجميل. المركز الرابع هنا القدوم على المركز الرابع القادم الذيب لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان من يقدمه على رابع المراكز. والمركز الخامس القايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بمتابعة مسري بن سالم بن عرطي الحميري. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط وإلى الفائز المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة هنا والانطلاق والتحدي. الفائز بصدارة هذا الشوط منطلق بالمقدمة بالمركز الأول والصدارة الفائز لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان مع المحترف يمعى بن عتيق بن كسلة الرميثي هنا بهذا الانطلاق والتحدي هنا والانطلاقات والتحديات الجميلة. ما شاء الله ينطلق بالفوز وبالناموس وبتحدي هنا من انتاج المختبر أكيد من انتاج المختبر ومن صلالة الفائزة هنا ينطلق بالتحديات ينطلق بالإثارة. تهانينا لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوزه هنا الفائز بالمركز الأول. تهانينا للمحترف بوخليفة أيضا يمعى بن عتيق الرميثي على هذا الفوز المميز. بينما المركز الثاني شاهين هجن العاصفة المركز الثالث شاهين هجن العاصفة بينما المركز الرابع مشاهدينا الكرام والقادم على المركز الرابع في هذه الانطلاقة وصل القايد لسمو الشيخ راهب حمدان بن رابس المكتوم والذيب لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد النيان من أتانا على المركز الخامس. والتوقيت الزمني هنا مع أبو عدنان ولحظة وصول الفائز 9:16 جزئين من الثانية التوقيت الزمني للفائز. تهانينا لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد النيان تهانينا للمضمر يمعى بن عتيج الرميثي شاهين بالمركز الثاني 9:18 سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا غياث الهلالي بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كذلك شاهين 9:20 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا لغياث الهلالي بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة.